تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة مدينة السيارات المتكاملة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة والتي تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر وتسع 4000 سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة وتضم العديد من ساحات الانتظار وشبكة طرق داخلية وعشرة بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلا عن المحال التجارية والمباني الإدارية والبنوك ومقرات الشهر العقاري، كذلك مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور. ووجه الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بكافة أنواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات مراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد. للمزيد من التفاصيل والمعلومات عن مدينة السيارات المتكاملة نتابع معا العرض التالي.